تعالى كده اقول لك ازاي تقدر تربط الذكاء الاصطناعي بالفيسبوك بتاعك وكمان الواتساب. يعني على سبيل المثال تقدر تحول كتابة لنص او صورة، تقدر تبعتها لصاحبك، تقدر تبعتها لزميلك، لاي شخص انت محتاجه، ويكون الصورة دي تخيلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة ميتا اي اي او الفيسبوك اصدرت او اعلنت النهاردة ان هي بتنزل اول سلسلة ليها من الذكاء الاصطناعي باصدار اسمه لاما. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعرف ازاي نقدر ندخل على ميتا اي اي. ولما بتيجي تخش عندك على ميتا اي اي على جوجل، على طول بتلاقي ان هو غير متاح في الدولة بتاعتك. طيب تعالوا كده نعرف ازاي تقدر تفتح ميتا اي اي من الدولة بتاعتك انت، وازاي تقدر تستخدمها، ونعرف ايه هي مميزات ميتا اي اي، وكمان هنعرف بعض الخصائص اللي بتحلنا ميتا اي اي. يلا بينا كده نبدا الشرح علشان ما اطولش عليك، لكن ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة. يلا بينا. زي ما انت شايف كده بيقول لي هنا ميتا اي اي سلسلة الذكاء الاصطناعي، طبعا من شركة امريكية، المؤسس فيها اللي هو المؤسس صاحب شركة الفيسبوك مارك، وكمان شخص تاني. طبعا اتأسست عام 2015. طب فكك من الكلام ده، احنا محتاجين بس هنعرف ايه هو الترند الخاص بميتا اي اي في الولايات المتحدة. طبعا بيقول لك يبحث الاشخاص عن اللي هو اوبن اي اي ومايكروسوفت اللي هو عندي كوبايلوت. لكن هنخش مع بعض كده عندك على ميتا اي اي. مجرد ما بتيجي تضغط عليها بيقول لك ان هو غير متاح في الدولة بتاعتك، او ان هو لسه ما نزلش في الدولة بتاعتك انت، فانت محتاج تعمل لوج ان علشان تقدر تسجل دخول، وفي الاخر مش هيتقبل معك. لكن دلوقتي لما تيجي برضو تفتح عندك ميتا اي اي، محتاج انك تدخل عليه عن طريق في بي ان. كل عليك بس هتنزل اضافة اللي سيبها لك في الرابط اللي موجود في الوصف او التعليقات. هضغط عندك على الاضافة دي كده، بعد كده بتضغط عندك على كلمة اون، على طول بتروح عندك على ميتا اي اي وهيبدا يفتح معاك الموقع بشكل سليم. طبعا ميتا اي اي واخد ترند في الولايات المتحده النهارده. طبعا زي ما انت شايف كده بتقدر تعمل اي، يعني مثلا تقدر تتكلم مع ميتا اي اي زي تشات جي بي تي بالظبط، هتتكلم معاها عادي جدا، وبرضه بيحكي لك هو الترند اللي هو نازل على الفيسبوك واللي على الواتساب كمان، وكمان الكلمات المفتاحيه لصناع المحتوى على اليوتيوب هيفيدهم جامد جدا. هنا بقى في قسم اسمه الاماجن اللي هو الخاص بتحويل الكتابه لصور بالذكاء الاصطناعي. يعني لما تيجي مثلا تكتب اي صوره عندك هنا، مثلا سكورل مون، عندك هنا ماجيكال بارك ات نايت، يعني مثلا حديقه سحريه، رواد فضاء بيلعبوا كوره على القمر، عندك هنا وحيد القرن او اللي هو الحصان اللي هو وحيد القرن ده بيلعب بالكاردس. طبعا تقدر تكتب كل حاجة انت محتاجها، وعلى طول بيحولها لك من الكتابة بالصور عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا ده الخاصيتين اللي موجودة في ميتا اي اي، وبيقولوا ان هم هيربطهم بيها الفيسبوك، تقدر تستخدمها في المحادثات بتاعتك على الماسنجر وكمان على الواتساب. يعني على سبيل المثال لو انت محتاج تبعت صورة تخيلية لصاحبك او صديقك، انت محتاج تكتب بس اي حاجة انت محتاج تحولها لصورة، وعلى طول بتعمل لك ليها جنريت او انشاء زي ما انت شايف قدامك كده، وتقدر تعمل لها سنت عندك على الواتساب او الماسنجر. طبعا كل ده متاح في الولايات المتحدة الامريكية، ولسه منزلش في الوطن العربي، وقريب جدا جدا هينزل في الوطن العربي. طب لما نيجي نروح عندنا بس على ميتا اي اي ونعرف ايه هي الاصدارات اللي نزلت عليها، بقولك هنا في اصدار اسمه لاما 3.01 زي ما انت شايف كده. طبعا تقدر تخش دلوقتي تعمل تشيك على الميتا اي اي زي ما انت قدامك كده. طيب تعالوا كده نعرف بقى هي المميزات اللي ممكن تطرق معانا على الفيسبوك او على الواتساب. هتروح عندنا مثلا اول على الموقع ده، وحولها لكم باللغه العربيه علشان كلكم تبقى معايا كده على الخط. هنا بيقول لك يعمل ميتا اي اي لصالحك زي ما انت شايف كده، هو بيكتب هنا الكلام زي ما انت شايف، وبعد كده بيعمل له جنريت للصوره، وعلى طول بيبعت له البيانات او بيبعت له الصوره اللي انت عايز تبعتها لصاحبك. كذلك برضو تقدر تكتب اللي انت عاوزه زي ما انت شايف كده على الكمبيوتر بتاعك، هو على طول بيعمل لك ليها انشاء وبيحول لك الكتابة لصورة، او وانت محتاج تعرف اهو ترند اليوم على طول بيكتبه لك عندك على الكمبيوتر. طبعا بقولك اسك انيثينج تو ميتا اي اي، انت محتاج تكتب اي حاجة على طول بيحولها لك او بيجيبها لك عن طريق الذكاء الاصطناعي. دلوقتي بتنزل تحت كده شوية برضو هيبقى نفس النظام، كمان ننزل برضو هتلاقي عندك على الفيسبوك زي ما انت شايف كده. هنا بيحول الصورة لصاحبي مثلا عن طريق الذكاء الاصطناعي زي ما انت شايف، هو عايز يرسم صورة تخيلية هو رفعها على الواتساب. يعني ده الواتساب ميتا اي اي دلوقتي بقى على الواتساب. هتنزل تحت كده شوية، طبعا كل ده اصبح مجاني. هنا برضو حتى كمان في فيديوهات،
تمام، بيحط فيها مؤثرات زي ما انت شايف كده، سواء بقى كان على ماسنجر او على الفيسبوك. دلوقتي تقدر تنزل او تدخل عندك على التطبيق اللي هسيبه لك في الوصف او التعليقات، ميتا اي اي، ادخل عليه دلوقتي وسجل، يمكن يكون يشتغل في المكان بتاعك او الدولة بتاعتك انت عادي بدون اي مشاكل. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، اشوفكم في حلقة جديدة، دمتم بخير، سلام.